الآن مشاهدينا نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرتنا تستعرضها لنا الزميلة فاطمة خليل. شكرا مصطفى ميزار، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفي أسوان أكدت مديرية التموين بالمحافظة طرح اللحوم السودانية والبرازيلية فضلاً عن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر بأسعار أقل 30% عن أسعار السوق. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية التمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان. الفعالية دي بتنظمها حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان، ده مش أول تعاون ما بيننا، إن شاء الله مش هيكون آخر تعاون. في الفترة الجاية إن شاء الله مشروعات كتير تمكين اقتصادي، إحنا المفروض بنسلم حوالي 75 مشروع النهاردة، وسلمنا كمان 13 كشك. في كمان توزيع لحوم أضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة طيبين. في وزعنا ل 500 أسرة، كل أسرة 2 كيلو، يعني المفروض حوالي 1000 كيلو. ان شاء الله الفتره الجايه هتكون في فعاليات برضو تمكين اقتصادي ما بين جمعيه الأورمان ما بين حياه كريمه ضمن بروتوكول التعاون وتحت اطار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. بنوزع 14 كشك وبنوزع 75 مشروع تنموي صغير، ويتم توزيع طن لحوم على اهالينا بالفيوم، ودول كانوا مركز طميه، مركز إدصة، مركز الفيوم. إن شاء الله مستمرين، إن شاء الله كل الدعم وكل الوقوف جنب أهالينا الأولى بالرعاية. نشكر جمعية الأورمان جدا جدا إن هي عملت لنا كل المشاريع الكويسة بقرض حسن، نشكر كل القائمين عليها. جمعية الأورمان يعني متشكرها إنها وقفت معنا وساعدتنا إن أنا أكبر مشروعي، ويعني كلها يعني بصراحة ربنا بتقدم خير للناس كتير يعني. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب وسط تداولات تجاوزت نحو 1,800,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 17,287 نقطة ليرتفع بنسبة 2.18% ويغلق عند مستوى 17,665 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 3,493 نقطة ليرتفع بنسبة 1.21% مغلقا عند مستوى 3,535 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 5,174 نقطة ليصعد بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى نقطة 5,242 نقطة. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط انخفاضا بنسبة 1.3% ليصل إلى 73.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بنسبة 1.3% أيضا ليصل إلى 69.54 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 85% لتصل إلى $2.39 للتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.47% لتسجل نحو $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصلت العملة التركية تراجعها ولمست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخيا. يأتي ذلك بعد قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وللمرة الأولى في أكثر من عامين تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.